في الوقت الذي تدخل فيه قوافل اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا، تودعها قوافل أخرى عائدة إلى أوكرانيا. بحسب حرس الحدود البولندي، فإن عدد الأشخاص الذين غادروا بولندا إلى أوكرانيا بلغ 1,940,000 شخص. بالرغم من هشاشة الوضع الأمني في أوكرانيا، يعود البعض لتفقد منازلهم أو لفحص ممتلكاتهم أو لزيارة أفراد من عائلتهم، وربما لمساعدتهم في الخروج من هناك، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى بولندا. أما من عادوا ظناً أن ديارهم آمنة، فلا يلبثون أن تجبرهم الظروف الاقتصادية الصعبة وتضرر منازلهم على اللجوء إلى الدول المضيفة مرة أخرى. تحركات وصفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحركات الذهاب والإياب المستمرة، مشيرة إلى أنها تؤثر على تحديد الأرقام الرسمية بدقة. ميثا الصباح، سكاي نيوز عربية، مدينة بيشامش، الحدود البولندية الأوكرانية.